مبروك 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 يا ناس وأهلنا. عفوا أهالينا. وأنت جبت الفلوس دي كلها منين يا مازو؟ صحيح يا مازو، أنت جبت الفلوس دي كلها منين؟ أيوه رد عليهم بقى يا مازو، قول لهم جبت الفلوس دي. هتقولي حاجة؟ إن هو أنا مش راجل شغال في مدرسة مدرس وكسيب، دي مكافأة المدرسة مديها لي عشان أنا راجل متميز في شغلي وناجح. والناجح يرفع إيده ويرفع إيده ويرفع إيده. أنت بترصي ليه يا حبيبتي؟ مش عارفة إن أنا بغير. أنا آسفة. مدرس كمبيوتر ناجح في إيه بقى؟ أسرع واحد بتعمل ريفرش ولا أحسن واحد بتعمل ريستارت؟ وبعدين مدرس كمبيوتر ناجح يدوك فيديو جيم ليه؟ أنت مالك يا وسيم؟ مالك حاسس ليه؟ صدق واعترف إن أنا راجل جامد ومعلم على أي حد. صدقوا كلكم وتعلموا 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 بالمقصود عشان تعلموا وتعلموا وتعلموا يا ولد يا ولد يا معلم كل كمان يا ولد ايوه كده يا ولد يا ولد يا نور! الآن مش عارفة أتذكر منكم يا كلاب! يتعلموا يتعلموا! خلاص بقى يا حبو، أنت مقفر كده ليه؟ ما إحنا كلنا بيحصل لنا مشاكل في الشغل. بلاش أسلوب جلد الزيت ده وحياتي. سنة شوفه هجلد أهله. هو مين ده؟ الزيت. الزيت يا روحي. طيب ما هي مشكلة سمر خلاص اتحلت وتصالحوا وسافروا شهر العسل كمان، انت لسه زعلان ليه؟ يا ايسو انت مش هتفهمي طبيعة شغلي، مستحيل طبعا. اللي حصل في الشغل ده بالنسبة لي حاجة كبيرة قوي قوي. انا مكسوف اوريهم وشي في الشغل. حتى بفكر اخد اجازة طويلة. بفكر اسافر بره. انت تاخد اجازة طويلة؟ مش اقل من 24 ساعة، انا عايز افصل. 24 ساعة؟ انت متضايق للدرجة دي يا حبو؟ العب 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 اه يا مازو. ايه اكرم اللي انت بتغنيه ده؟ موزو بيغنيها بره. اهلا، هو شرف. على فكره هما بره بقالهم كتير جدا. يلا قدامي انت كمان. العب العب بس اكرم. اول مره اعمل القلقاس، عملته زي ما قلتولي بالظبط يا ماما. تسلم ايديك. لا بس ده فاتح، كان المفروض تكتري السلق شويه. معلش اول مره بقى. تسلم ايدك يا ايسو، تسلم ايدك. ايه ما بتاكلش ليه يا فخد العرب؟ اتمنى ما يكونش حصل لك مشكله في شغلك من علقه امبارح. انا مش عارفه ازاي لك نفسك تضحك يا مازو، خصوصا بعد اللي حصل لسمر بسببك امبارح. وانا كان قصدي يعني يا اسراء، هو الواد الدي جي الغبي اديته الموبايل يشغل اغنيه الفرح، راح مشغل الفويس نوت بتاع سمر. يا برودك يا اخي. ما حصلش حاجه يعني يا جماعه، ما انا في الاخر رحت لشريف اهو، اعتذرت له هو واهله كلهم، وطلع الهانيمون هو وسمر. المهم ان الفرح باظ. لا قصدي مش مهم ان الفرح باظ، المهم ان الجوازه ما باظتش. انت تسكت خالص وتحمد ربنا ان انا عديت لك موضوع الاوضه ده بمزاجي عشان ما قفشتكش متلبس. ده كان يوم زباله وفرح زباله. ده لو افتتاح مصمت يا وسيم كان طلع برضه ازبل من كده. اه والله يا شيمو انت بتقولي فيها، مستوى حقير وتنظيم زباله. بس للامانه برضه انا شايف ان وسيم عمل اللي عليه. اه الراجل عصر نفسه عشان الفرح يطلع حلو. بس تقولوا ايه بقى؟ امكانيات. امكانيات. ها انا عايزك يا وسيم بعد كده تاخد بالك، عشان واضح ان في حد حطك في دماغه. اصلا انا حماتي شفت فيلم امبارح شبه الموضوع ده بالظبط، اسمه الشجاع والهفأ. هو اسمه كده، الشجاع والهفأ. بيحصل ايه في اخره بقى؟ الشجاع بيهزم الهفأ بمنتهى السهوله، بيسحقه، بيطرحه ارضا. لا بس واضح ان انت ما اتفرجتش على الجزء الثاني بتاع الفيلم ده يا مازو، لان الهفأ بيقوم وبينفخ الشجاع. مستحيل، لان الهفأ خلاص مات في الجزء الاول. ما ماتش. مات نفسيا. ما ماتش نفسيا. اتدمر خالص. انتهى ولا الهوى. اتفرج وشوف. بقول لك ايه يا وسيم، في شاب لطيف قوي قوي كده بيشتغل معاك في الاوتيل اسمه سلموني. بسيوني. بسيوني شاب ده كهل. أنا كنت شفته قبل كده في حتة بس مش فاكرة فين بالظبط، هو ومراته. مراته ده أرمل. آه يبقى جايز صاحبته. صاحبته ده أهبل. يمكن عشيقته بقى. عشيقته إيه ده أهطل؟ لا ده هو سنجل ملوش في الحاجات دي خالص. آه حلوة قوي. هو الجلاش تحفة تحفة. طيب سفرة دايما يا جماعة بقى إن شاء الله. هستأذن أنا بقى يا جماعة عشان عندي 100,000 حاجة أعملها. أنت عارف يا ويسو شيمو متأخريش. ها استناك شيخ، روحت لي على خدمتك. طب بعد إذنكم وسيم، مش هتدولي القياس اللي أنا عامله لك يا حبيبي؟
انا شامه من هنا يا روحي. تحفه، تسلم ايدك، ربنا يخليكي. بالهنا والشفا انتوا. سيب يالك كتاب وادفع. ادفع. انا ما بقتش فاهماكم.